محمد شو بدي احكي عنه؟ لو بدي احكي كلام الدنيا كلها ما بتجزي، لا برجوليته ولا بشهامته ولا بحبه للناس ولا بحبه للخير ولا اي اشي بالكون. بجزي محمد اني احكي عنه. محمد لاخر لحظة ووقت استشهاده وهو بحكي معي استشهدت، ولاخر طلقة بايده كمل الطريق وحفظ عهد اصحابه وما خانهم. محمد ما في حدا مثله ولا رح يكون حدا مثله. كل انسان وطني وكل انسان شريف وكل انسان بقدم للولد للبلد هذه كل محبة الشباب لهم، وكل ما بشيله واحد يلو حاله بتطلع مليون واحد، وكل يوم بدنا نقدم وبدنا نعطي وفدا فلسطين وفدا الاقصى وفدا ديننا اللي احنا ماشيين عليه. ومحمد محضرنا من زمان، محضرنا قبل هيك لشهادته بدل المرة ثلاث. كل يوم كان بحس الشهادة وكل يوم بكون يحس فيها. عشناها عدة مرات بإصابته قبل 5 أشهر استشهد وعاش، لكن ما إلنا غير حسبنا الله ونعم الوكيل. بكل ظالم وبكل متخاذل عليهم، بكل من كان يمشي وراهم بضرر، حاربوهم بكل شيء لهم، حاربوهم بأكلهم، بدفاعهم عن وطنهم، بدفاعهم عن أرضهم، بدفاعهم عن نفسهم، حرموهم شافت إمنياتهم باسم الحماية، حماية الفاشلة طبعا هي هاي بنظرنا حماية. حاربوا الشباب كلها، الله يحمي شباب فلسطين كلهم، وكل ما موت واحد بيطلع 10، وفلسطين ما بتخلص ما بتخلص، ورح تضل كل يوم ولادة. والدليل بجنازتهم اليوم كل شباب نابلس كانت موجودة وشباب البلاد اللي حوالينا كمان.